صباح الخير والسعادة، صباح الأمل في غد أفضل، يتجدد اللقاء وصباح دريم. أحوال الناس الفقرة الأولى هتكون معانا فيها الوجبات السريعة وخطورتها على الصحة، أما الفقرة الثانية هنكون لقاءنا مع التنمية البشرية الأستاذة ياسمين شاهين المدربة المعتمدة للحياة، هتكلمنا على كيفية التعامل مع الشباب وخصوصا في سن المراهقة. دايما كعادتنا بنبدأ صباح دريم بقراءة سريعة لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، بعدها مجموعة متنوعة من التقارير من الشارع المصري. فاصل قصير ونبدأ. شمس نسيم وبنشبع من لقمة حلال وبحمدة بنعيش في نعيم، يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم وبنشبع من لقمة حلال وبحمدة بنعيش في نعيم. مرة تانية صباح الخير وقراءة سريعة لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. نبدأ جولتنا الصحفية من جريدة الأهرام. تفاصيل أول اجتماع للرئيس بالحكومة الجديدة، السيسي للوزراء لا مكان للأيدي المرتعشة وعليكم إعادة هيبة الدولة. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أول اجتماع له بالحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب صباح أمس الثلاثاء. خلال الاجتماع أكد السيسي أهمية عودة هيبة الدولة المصرية والأمن والأمان للشارع المصري، مؤكدا أن مصر تبدأ بمرحلة جديدة لبناء دولة قوية وحديثة. شدد السيسي على ضرورة مكافحة الفساد في كل مواقع من مواقع الدولة وترشيد النفقات، ووجه السيسي حديثه للوزراء في الحكومة الجديدة قائلا: اللي يخاف ما يحكمش، واللي يحكم ما يخافش ولا مجال أو مكان للأيدي المرتعشة. إلى جريدة المصري اليوم، والسيسي يقرر زيادة المعاشات 10%. قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا أمس الثلاثاء بزيادة المعاشات اعتبارا من الأول من يوليو ل 2014، وذلك بواقع 10% على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام قوانين ذات الصلة. وأضاف بدوي أنه طبقا للقرار الجمهوري تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، و تصدر وزيرة التضامن الاجتماعي قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه. معنا على الهاتف الأستاذ البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات. أستاذ بدري صباح الخير وأهلا بحضرتك. أيوة صباح الخير. صباح الخير. بنتابع مع حضرتك كل أخبار زيادة المعاشات ومطالبات سيادتكم بزيادة المعاشات. كنت حضرتك معنا امبارح وكنا اتكلمنا أن كنتوا بتطلبوا بالمعاشات تصل إلى 960 جنيه بعد قرار رئيس الجمهورية الجديد بزيادة المعاشات 10%. هل هذا القرار يرضيكم؟ القرار بيمثل خطوة إيجابية جدا في ظل ظروف كلنا نعلم الظروف المالية اللي بتمر بيها البلاد، لكن احنا بنناشد الرئيس بنقول له القرار لم يتضمن الحد الأدنى للمعاشات، القرار لم يتضمن الحد الأدنى للعلاوة نفسها. جميع القرارات الجمهورية السابقة من 20 سنة كانت تتضمن حد أدنى للعلاوة، يعني القرارات السابقة كانت تتحدث عن 50 جنيه. احنا بنطلب ان الحد الأدنى للعلاوة يبقى 70 جنيه، لان في 5 مليون من اصحاب المعاشات معاشاتهم اقل من 500 جنيه، وهذا يعني ان اصحاب هذه المعاشات هيتقاضوا 20 جنيه و30 جنيه و40 جنيه، وهذا غير مقصود ان القرار لم يتضمن هذا. واحنا بنناشد الرئيس
وهو منحاز للشريحة الأكبر من الفقراء المصريين أن يتدارك هذا الخطأ، لأن ده خطأ مادي، إن القرار لم يتضمن هذا النص أن تكون الحد الأدنى للعلاوة نفسها رقم معين يؤخذ به، وبالتالي نرجو أن يتم التعديل وبسرعة قبل فوات الأوان، حتى لا يشعر الملايين الخمسة من المصريين بألام أزيد مما نعيش فيه. وأيضا طب أستاذ فرغلي، أنا البدر فرغلي، أنا أسفة أن أنا بقطع حضرتك، لكن كيف يتحقق ذلك في، يعني إحنا كلنا عارفين الوضع الحالي للاقتصاد المصري، وإحنا عندنا موازنة يعني بنحاول إلى حد ما أنها تكون معقولة أو نقدر نمشي بيها المرحلة القادمة، إزاي نحقق هذه المطالب؟ دي أولا ليست أعباء مالية جديدة، ليست أعباء أنا أخترع ولا أطالب بمطالب جديدة، ده هو القرار الجمهوري نفسه سقط منه الحد الأدنى للعلاوة. نحن لا نطالب بمطالب جديدة، نحن بنقول الملايين الخمسة دول اللي هيتقاضوا 20 جنيه و30 جنيه هم الأولى بالرعاية، يعني كل ما يتم صرفه من الخزانة العامة يتضاءل تماما في توجهه الاجتماعي أمام هؤلاء الفقراء. نحن بنتحدث عن شريحة من المصريين ليست تحت خط الفقر، ده هي تحت خط الموت، يعني هو احنا بنتكلم عن ناس على وشك الحياة داخل المقابر. طيب استاذ بدري فرغلي، ايه الخطوات اللي هيتخذها الاتحاد العام لاصحاب المعاشات بعد هذا القرار؟ احنا بنشكر الرئيس، نحن لن نلجا الى اي خطوات تصاعديه، نحن نعي تماما ما يتطلب منا من دور، احنا بنينا هذا الوطن ولن نسعى الى تعطيله او توقيفه او حتى اضافه الام جديده عليه، احنا ناس وطنيين، احنا بنوجه نداءاتنا ونحن نعلم تماما ان الرئيس يعني وجدانه وعقله اتجه تماما الى هذه الشريحه. يا استاذنا انا لا اطلب جديد، انا اطلب تدارك خطا مادي تم في القرار من الممكن ان يعكر ويضيف الام لشريحه معدومه من الحياه، هذا فقط. وعلى فكره انا احنا لا نتسول شيء ولا بنمد ايدنا، بالتاكيد طبعا بالتاكيد ده حقكم، واحنا عارفين طبعا ان ده حضرتكم يعني ما فيش اي نوع من التسول، لا ده حقكم وحقكم فوق راسنا كلنا. الاستاذ البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لاصحاب المعاشات، جزيل الشكر. ونواصل جولتنا الصحفية إلى جريدة المصري اليوم ومحلب، سنحافظ على حقوق الإنسان، والرئيس وجه لرصد التجاوزات. قال المهندس إبراهيم محلب إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برصد أي تجاوز في مجال حقوق الإنسان، وأضاف في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية أمس الثلاثاء: هذه الدولة تحتاج إلى قانون لحقوق الإنسان وسنحافظ على حقوق الإنسان، والرئيس وجه بضبط منظومة العمل والإنتاج. كانت حكومة محلب أدت اليمين الدستورية أمام السيسي في 7 أمس الثلاثاء، ويضم التشكيل الحكومي الجديد 34 حقيبة وزارية، فيما أبقى محلب على 21 وزيرا من حكومته السابقة وأضاف 13 وزيرا جديدا إليها. إلى جريدة الوطن وشكري في أول تصريحات: السيسي حدد ملامح السياسة الخارجية لمصر مستقبلا. كشف وزير الخارجية الجديد سامح شكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد في الاجتماع الموسع مع الوزراء ملامح السياسة الخارجية لمصر في الفترة المقبلة، وأن تكون سياسة متوازنة منفتحة على جميع دول العالم بهدف تحقيق مصالح الشعب المصري في المقام الأول. وأكد شكري في أول تصريحات صحفية له للصحفيين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية أن الرئيس يحرص على أن تكون السياسة الخارجية على أسس من المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل والندية في التعامل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مضيفا: مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهي لا تقبل
أيضا التدخل في شؤونها الداخلية. إلى جريدة اليوم السابع، وزير النقل لرئيس السكة الحديدية بعد تعطل قطارات قبلي، الشغل ده ما ينفعش. قال المهندس هاني ضاحي وزير النقل الجديد معنفا المهندس أسامة أوجين القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية بعد تعطل حركة قطارات الوجه القبلي بسبب خروج 6 عربات عن قطار بضائع بنجح حمادي عن القضبان. الشغل ده ما ينفعش ولازم تتحركوا بشكل أسرع لإعادة الحركة. طلب المهندس ضاحي خلال اتصال هاتفي بالمهندس أوجين بسرعة الاستعانة بأكثر من ونش لرفع عربات القطارات التي خرجت عن القضبان وعادتها لمسارها الطبيعي من أجل استئناف حركة القطارات المتوقفة، مزيدا قائلا أمامك ساعة وتديني التمام. أيضا مع جريدة اليوم السابع وخبر آخر، 40% زيادة في أسعار البطاطس والخيار بسبب قلة المعروض بسوق العبور. شهدت أسعار البطاطس والخيار ارتفاعا كبيرا في سوق العبور بنسبة 40%، سبب هذا الارتفاع زيادة الطلب عليهم مع قلة المعروض. كما سجلت باقي أصناف الخضروات في سوق العبور لليوم الرابع على التوالي استقرارا ملحوظا. كما أكد محمد صابر صاحب شركة لتجارة المواد الغذائية والخضروات والفاكهة بسوق العبور في تصريحات لليوم السابع. إلى جريدة الوفد وطرح اليميش في المجمعات بتخفيضات 15%. تفتتح الشركة القابضة للصناعات الغذائية معرض أهلا رمضان اليوم بأرض المعارض، وذلك لمدة 10 أيام وحتى بداية شهر رمضان الكريم. كل عام وأنتم بخير. يشارك في المعرض جميع شركات الصناعات الغذائية التابعة للشركة القابضة، فضلا عن المجمعات والشركة المصرية العامة وشركات الزيوت ومخابز القاهرة وشركات المطاحن والأسماك، وتباع السلع بأسعار مخفضة. ونفي مصدر بالشركة القابضة تحديد أي كميات لشراء المواطن، وقال أن الشراء لأي كمية. كما تم الاستعداد بوسائل مواصلات داخلية لنقل المواطنين من وإلى باب المعرض حتى مكان عرض الشركات التابعة للقابضة الغذائية. وأخيرا إلى جريدة التحرير، آخر خبر يكون معنا النهاردة في جلدتنا الصحفية، مرتضى منصور يسقط عضوية الأهلي من لجنة الأندية. أثار غياب الأهلي من حضور اجتماع لجنة الأندية أمس استياء مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأيضا رئيس لجنة الأندية، الذي أكد أن اللجنة اتخذت قرارا بإسقاط عضوية الأحمر من لجنة الأندية. أشار مرتضى إلى أن لائحة لجنة الأندية تنص على أن من يتغيب عن حضور 3 اجتماعات متعاقبة للجنة يتم إسقاط عضويته. بكده مشاهدينا نكون وصلنا لآخر خبر معنا النهاردة. فاصل قصير، مجموعة من المتنوعة من التقارير من الشارع المصري، انتظرونا. We'll be right back.